حلقة اليوم عن أفضل دعاء عن الرزق، والذي إذا قلته بارك الله لك في رزقك. وقد جمعت لك اليوم أفضل وأجمل الأدعية التي يمكن أن تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، وأنا متأكد بأنك ستشعر بتغير في رزقك للأفضل إذا قلت هذه الأدعية إن شاء الله. سأذكرها لك، لكن عندي طلب لو سمحت. بعد إذنك، إذا دعوت الله تبارك وتعالى فلا تقتصر في طلباتك على رزق الدنيا فقط، فكما أنك لا تفعل ذلك مع نفسك وأهلك فلا تفعل ذلك مع ربك. أنت لو كنت تخطط لسفر طويل مع العائلة ولا توجد رحلة مباشرة، بل لابد أن تتوقف الطائرة في مطار آخر مؤقت ساعتين أو 3 ساعات، ما يسمى ترانزيت، ثم تنتقل إلى وجهة النهائية. الآن كيف ستخطط لرحلتك؟ هل ستقتصر في تفكيرك على الأمور التي ستفعلها فقط في هاتين الساعتين في ترانزيت؟ أين سنأكل في هذا المطار؟ ماذا سنشتري من سوق المطار؟ أين سنجلس؟ لا طبعا، سيستغرب أهلك منك أصلا. خطط للأيام الطويلة التي سنقضيها في هذا البلد الذي سنستقر فيه ونفرح فيه. نعم، ممكن أن تفكر وتخطط للتوقف المؤقت، لكن لا تقتصر عليه، فهو ليس الغاية، هذا مجرد وسيلة مؤقتة. ولله المثل على ربنا سبحانه يحب أن يراك تريد الأمور التي يحبها هو أيضا، وليس فقط الأمور التي تحبها أنت من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دنيا مؤقتة، دائما الآخرة ماذا يحب ربنا؟ أن تطلب الرحمة، تطلب المغفرة، البركة. قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إي والله، مهم جدا أن يكون شكل الواحد منا أمام الله عز وجل حسنا. لا نريد أن يرى الله تبارك وتعالى هدفنا فقط المال والدنيا، يعني والله نستحي منه سبحانه. نعم، أطلب الدنيا، ولكن اجمع معها ما هو أهم منها، الأمور الأخروية التي يحبها الله تبارك وتعالى. اتفقنا؟ طيب نبدأ. الدعاء الأول، وهو دعاء عظيم، تقول فيه: اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. قد يقول قائل: من أين جئت بهذا الدعاء؟ هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أم سليم بابنها أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنس خادمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قالوا: فكثر ماله وولده، وكان له بالبصرة بستان يثمر في السنة مرتين، فساتين تثمر مرة واحدة، هذا يثمر مرتين. فاستخدم أنت بالضبط مثل نص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقل: اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. لأنه بإجماع العلماء أن الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقرب للإجابة من الدعاء الذي قاله غيره. فلنأخذ دعاء آخر، دعاء جميل وهو موجود في وسط الصلاة، قليل من الناس من يستعمله، ولو فعلوا لزاد رزقهم، ولكنهم يغفلون عنه. يقولون فقط رواية أخرى لا يغيرونها. الآن ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟ البعض يقول: رب اغفر لي ولوالدي، مع أن هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوارد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا ما يقوله أغلب الناس. لكن هناك رواية فيها دعاء بالرزق، وقليل من الناس من يقولها، مع أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وهي: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فإذا جعلت هذا في صلاتك في كل يوم في كل يوم، فإن هذا أقرب لأن يزيد رزقك. ولكن كثيرا من الناس يغفل عن هذه الرواية، ولو يعني لو سأل سائل قال: هل أفضل أن أقول بين سجدتين الرواية المشهورة رب اغفر لي رب اغفر لي، أو الأفضل أن أقول هذا الدعاء الذي فيه الرزق؟ الجواب: الأفضل أن تنوع، أحيانا تقول هذا وأحيانا تقول هذا، لكن لا تهجر إحدى الروايتين. لماذا؟ لكي يغفر ذنبك ويزيد رزقك وتحصل على فضائل أخرى كالرحمة والهداية. هناك دعاء ثالث، هذا الدعاء إن شاء الله إذا قلته فإن الله سيأتي بالرزق إليك حتى ولو لم يكن عندك شيء. نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، يعني يريد أن يعطوه طعام، فلم يجد عند واحدة منهن، فقال:
اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت سبحانه. فأهديت له شاة مصلية صلوات ربي وسلامه، شاة مصلية يعني شاة مشوية، فقال عليه الصلاة والسلام هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. في الحقيقة يوجد دعاء آخر عن الرزق خاص في من تضايق من سكنة أو دار أو إيجارة أو يريد أن يبني بيته أو ينتقل إلى مسكن أفضل، يوجد دعاء خاص لك وأدعية أخرى عن الرزق عموما. ولاحظ سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بالرزق فإنه يجمع لك الدنيا والآخرة عندما يختار كلماته في الدعاء. مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام وقال فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك صلى الله عليه وعلى وسلم. ويمكنك أن تزيد رزقك بالاستعاذة، فهي نوع من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفقر، يعني تقول أعوذ بالله من الفقر أعوذ بالله من الفقر، هذا يعتبر دعاء أيضا. فإذا استجاب الله لك فلن يصيبك الفقر. ما معنى ذلك؟ معنى أن رزقك سيزيد. والرزق بالمناسبة أنواع، وبعض الناس قد يحتاج نوعا محددا من الرزق، مثلا يريده في بيته، يريد بيتا أفضل من البيت الذي هو فيه، أو أن يبارك له في منزل سيشتري، أو يريد بناء بيت جديد، أو حتى لو كان يريد أن يتحسن نفس البيت الذي هو فيه. السؤال هل هناك دعاء خاص بذلك؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء قال فيه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أكثر منه وستجد أثره في بيتك ورزقك، وفوق ذلك سيغفر الله تبارك وتعالى ذنبك أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن السؤال هو متى أفضل الأوقات التي أدعو فيها بالرزق؟ يمكنك أن تدعو في أي وقت، إلا أن هناك أوقات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه دعا في هذه الأوقات بالرزق. مثلا كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يعني هذا دعاء جميل صراحة ودقيق. يعني العلم لن تستفيد منه إلا إذا كان من أنواع العلم النافع، فقال علما نافعا. والرزق قد يضرك، فكم من غني قتله ماله، كم من غني أدخله ماله النار صلى الله عليه وسلم، فقال في الدعاء ورزقا طيبا، يعني ليس حراما ولا ضارا. ثم قال وعملا متقبلا، فليس كل عمل مقبول، قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فعلا أجمل دعاء هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف كيف يختار الكلمات التي سوف تنفعك أنت. ومن الأوقات التي يمكنك أن تدعو فيها بالرزق وتكون قريبة من الإجابة هو ما بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل، يعني نصف الليل، أو ثلثاه، يعني الثلث الأخير من الليل، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فنص على لفظ الرزق، يعني الله تعالى سوف يقول لك في كل ليلة من ذا الذي يسترزقني، يعني يطلب مني الرزق في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل بعد نصف الليل، قال فأرزقه. نصف الليل ليس ساعة ثانية عشر ليلا، هذا توقيت الساعات، ليس توقيت الليل النهار، الليل النهار يختلف من الصيف إلى الشتاء. إذن كيف أعرف نصف الليل وثلث الليل الأخير؟ بسيطة، احسب كم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني، مثلا تسع ساعات، إذن نصف الليل تقسم التسعة على اثنين فتكون بعد أربع ساعات ونصف من أذان المغرب. طيب وثلث الليل الأخير تقسمها على ثلاثة فيكون قبل أذان الفجر بثلاث ساعات، تسع ساعات تقسيم ثلاثة ثلاث ساعات، قبل أذان الفجر بثلاث ساعات، هذا الثلث الأخير من الليل، وهكذا. هذه أوقات إجابة. ومن أفضل الأوقات للدعاء بالرزق هو ما بين السجدتين،
ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الدعاء الآخر لتقول بين سجدتين، دعاء الأول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي الثاني، رب اغفر لي، رب اغفر لي الثاني، وهو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. لاحظ قال وارزقني، واللي حضر معنا الحلقة الماضية يعرف عن ماذا أتحدث. هذه أدعية مستجابة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقول قائل لماذا لم تخبرنا عن الاستغفار؟ أليس الاستغفار يزيد الرزق؟ بلى يزيده كثيرا. أفضل وأجمل دعاء يمكنك أن تقوله لله، هذا هو بالضبط موضوع برنامجنا، أجمل دعاء. الدعاء كما تعرف له جمال، له لذة، وكما أن جمال الناس يتفاوت من شخص إلى آخر، فكذلك جمال دعائهم يتفاوت من شخص إلى آخر. فما أحلى الكلام معه سبحانه، وما ألذ المناجاة إذا كان هو طرفا فيها سبحانه. وأنا لا أتكلم هنا عن مجرد أدعية جميلة، لا، أنا جمعت لك أجمل 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 دعاء يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها. لماذا أجمل دعاء؟ انظر من الذي قاله، ما الذي قال هذا الدعاء؟ الذي قال أجمل الدعاء هذا هو أجمل إنسان، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أجيب جل دعائه ولبيت أعظم طلباته، بل ما سمع الله في السماء دعاء صعد إليه من الأرض أجمل ولا أحلى ولا أفضل من الكلمات التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عن نفسي وجدت أثر أدعيته صلى الله عليه وسلم في مواقف شخصية غيرت حياتي. يعني سأذكر لكم بعض هذه القصص اللي حدثت لي مع هذه الأدعية الجميلة المستجابة، ولكن هناك يعني قصص أخرى أستأذنكم أن أحتفظ بها لنفسي بيني وبين إلهي. ولا أخفيكم أني لم أجد تعاملا أحلى من التعامل معه سبحانه، والحياة معه سبحانه، والدعاء بين يديه، لبيك وسعديك، تكلمه وأنت تعلم أنه يرد عليك وكأنك تسمع رده بأذنيك، وهو يقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كأنك تسمعه وهو يقول هل من داع فأستجيب له، فأنت تحاول أن تعبده وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله أن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم.